الامتحانات 21 يونيو والبيوت كلها مش ناقصه. النهارده النفسيه صعبه جدا عشان خاطر كورونا واللي بيعملوا فينا كورونا. احنا شفنا الايطاليين وشفنا الدنمارك وشفنا بعض الدول الاوروبيه بيخرجوا من الجو ده بالاغاني بالموسيقى. يعني احنا عاوزين نزود المناعه بتاعتنا، لان المناعه طول ما الحاله النفسيه كويسه، طول ما انت مناعتك كويسه، طول ما انت هتواجه الفيروس وان شاء الله باذن الله ربنا يشفينا ويعافينا ويعدي الازمه ديت على خير. انا عاوز اتكلم كمان في البنت بتاعه الكويت التافهه اللي هي ريم اللي اتكلمت عن شعب مصر. يعني احنا عاوزين نقول ان يمكن نادي الزمالك اقدم من دوله الكويت، لكن برضو مش هنحاسب شعب الكويت الشعب الطيب العطوف الكويس عشان سقطه وعشان واحده طلعت اتكلمت كلمتين هي يمكن ما تعرفش او يمكن ليها مقصد تاني. عندنا كمان بعض الناس اللي موجوده ما زالت على القنوات اللي قاعده تقلل من مجهود الدوله ومجهود الحكومه اللي في قطر وفي تركيا، الجماعه المرتزقه والعملاء والخونه، بنقول لهم لا مصر باقيه ومصر لينا ومصر بينا. وعندنا شباب والنهارده ان شاء الله هنفرح كل الاسر. وخلونا نبدا حلقتنا النهارده ونتعرف على ضيوفنا الجمال، الاستاذه الفنانه مريم عدنان، اهلا وسهلا بك يا فندم. الاستاذ الفنان مدحت عبد الحميد، اهلا وسهلا بك يا فندم. النهارده هنبتدي نواجه الكورونا بشكل جديد وبحاجه جديده، نخرج بقى من الجو اللي احنا فيه ونتفائل شويه ونخلي شبابنا يفك واولادنا اللي هم داخلين على امتحانات الثانويه العامه يفكوا معانا. ونسمع الاستاذ مدحت في ابداعاته، يعني نقول ان اصوات مصريه اصيله من ارياف مصر من المحافظات، لكن هنشوف حاجه جديده وحاجه جميله ان شاء الله باذن الله هتعجبكم هنتعايش بيها ونتعايش معاها. في البدايه قبل ما اغني وكده عايز اقول ان الحمد لله انا موهبه الغناء بدات معايا من صغري جدا، وانا تقريبا في الابتدائي كان عمري مثلا حوالي مثلا 7-8 سنين وكنت بغني اغاني طرب. كانت بعض الناس بتستغرب مثلا انت ازاي في السن ده وبتغني اغاني زي كده، فدي طبعا بقى يعني موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لما كبرت طبعا بقيت اغني في حفلات المدارس، في حفلات القرايب طبعا وافراح القرايب والمناسبات السعيده اللي زي كده ان شاء الله. طبعا يا استاذ مدحت احنا هنتكلم عن القصص دي كلها بالتفصيل عشان البدايات، لو البدايات حلوه هنكمل مع بعض حلوة كويس ان شاء الله. البدايات البدايات جميلة. مش حلوه لا البدايات والصوت جميلة. ما عجبكمش وما عجبناش هنطلع فاصل ونغيره. لا 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 يلا استاذ مدحت نسمع. ممكن نقول مثلا قول اللي انت عايزه. هقول حاجه للاستاذ كريم محمود. اتفضل. المايك شغال كده؟ شغال. والنبي يا جميل حش عني هواك، ده انا قلبي عليل ودواه وياك. والنبي يا جميل حش عني هواك، ده انا قلبي عليل ودواه وياك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل حوش عني هواك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، ده عينيك السود تسحر ملايين من الموعود بجمالهم مين. ده عينيك السود تسحر ملايين من الموعود بجمالهم مين. حس سحر عينيك والنبي يا جميل اسم الله عليك. والنبي يا جميل والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل حش عني هواك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل. انت خليتنا كده هتكمل معنا الحلقة. احنا كنا قلقانين منك وقلنا هتبقى بداية كده، لكن ما شاء الله صوت قوي وصوت جميل. نرجع بقى لفنانتنا الجميلة الموهوبة اللي يمكن لها علاقات، نقول محمد نوح، الفنان القدير محمد نوح والفنان القدير عزت أبو عوف ونجوم المجتمع، يمكن لها مشاركات كتيرة احنا يمكن شفناها وتابعناها. وخلينا نسمع بنت مدينة السويس اتأثرت بالحركة والمقاومة الشعبية، جدودها من الأبطال السويس المقاومات، اتأثرت بالجو دوت وعاشت أغاني وطنية وحس وطني، ونشوف بداياتها بدأت إزاي ووصلت للمرحلة من الغناء دي إزاي.
اولا مساء الخير، سعيده ان انا موجوده مع حضرتك النهارده واستاذ المشاهدين كلهم. متشرفه ان انا في قناه استحاء وجمال الحقيقه النهارده. بدايتي هي جت بالصدفه، جت مفاجاه. كنت في حصه مدرسيه فاضيه عندنا، فقبلة جت ميس يعني مدرسه قالت لنا ان عنده اغنيه، اللي عنده فزوره، اللي عنده حاجه يطلع يقولها لنا. فطلعت قلت حاجة كده صغيرة، فكل الفصل قال لي برافو برافو، حلو قوي صوتك، جميل جدا. ما كنتش اعرف يعني، جت بالصدفة. فقلت لما اخلص خالص دراسة اتوجه بقى للموهبة بتاعتي اللي انا اكتشفتها وانا صغيرة دي. بس ده باختصار شديد. طب ناخد بقى حاجة من الاغاني اللي هي اللي بتلمس احساسنا وبتلمس وجداننا في ارياف مصر وفي الكفور وفي النجوع، الناس اللي هي نقول للناس اللي من المعادن الطيبة اللي احنا بنشوفها في المواقف الصعبة. كنت غنيت حاجة عشان قناة السويس والرئيس وكده؟ غنيت وانا بعمل الاغنية اتفاجئت كمان بموقف المصريين في الموضوع ده، وكله بقى يجري ويساهم ويبيع كل الحاجات اللي عنده عشان القناة الجديدة. فعملت اغنية اسمها معدية ستة. طب ما تيجي نسمع معدية ستة. ماشي، يلا بينا نسمع معدية ستة. اوكي. خلونا نطلع فاصل ونرجع، تقريبا في حاجة فالمخرج بيبلغنا نطلع فاصل.
احنا كان عندنا موضوع، يمكن كان موضوع شائك اتكلمنا فيه الحلقات اللي فاتت، كان عندنا مشاكل مصانع الطوب. مشاكل مصانع الطوب كانت في الجيزة وجنوب الجيزة، منطقة عرب ومساعد، أكثر من 1000 مصنع متوقفين بسبب مديونيات الغاز، فوائد الغاز الطبيعي وصلت للملايين. أصحاب الورش مش قادرين يشغلوها، قفلوها، مشوا الناس. الناس ما عندهاش شغلانة غير مصانع الطوب، اللي بيشتغل في ورشة الطوب ما بيعرفش يشتغل شغلانة تانية. بدأت انتشرت السرقات والسطو والقتل والخطف في جنوب الجيزة. الناس دي تدور على اي مشكله، اي مصيبه، اي عربيه مسروقه، يقول لك دور في عرب ابو مساعد. عرب ابو مساعد اللي هي فيها ورش الطوب اللي الناس مشوهم وخلاص. في مبادره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المديونيات الغاز عن اصحاب المصانع سواء القطاع العام والقطاع الخاص. القصه دي تبناها مجلس النواب، لجنه الصناعه تحديدا، وخاصه نواب مصاب الوطن، النائب بكرم غريب والنائب صبحي الدالي، نواب جنوب الجيزه، نواب البدرشين، كان طلعوا معانا وسجلوا معانا واتكلموا في القصه وعملوا مذكرات عرضوها على السيد رئيس مجلس الوزراء. والحمد لله واضح ان في انفراجه، وانا شايف الناس مبسوطه لها كم يوم كده. خلونا ناخد مداخله من النائب بكرم غريب، نائب البدرشين. اهلا وسهلا بك يا سياده النائب. سياده النائب اهلا وسهلا بك يا سياده النائب. اهلا وسهلا محمود بيه. احنا شايفين في انفراجه في قصه موضوع مصانع الطوب والمديونيات والغاز، يا ريت حضرتك انت كنت متبني الموضوع من الاول، يا ريت تقول لنا وتطمنا. الحمد لله، وبشكر برنامج قلوب مصريه على وقفته ومساندته، ونزل صور على ارض الواقع الماساه اللي كانت فيها منطقه عرب ابو ساعد والصف. وهو على مستوى الجمهوريه كان شركات الغاز بتاخد فوائد على الفلوس المتاخرات، طبعا في 2011، ولا يخفى على حضرتك وعلى كل اللي موجودين في مصر يعني ان كان الغاز بيوجه في 2011 في ان الثوره لشركات الكهرباء، عشان ما كانش في وقت للمصافي بتاع ان هو شركات الكهرباء تشتغل بمازوت وغاز، فكانش في وقت للمصافي ان هي تنقي المازوت، فكان الغاز بيوجه لشركات الكهرباء يعني عشان النور ما يقطعش عند الناس يعني وما يحصلش ازمه للمواطنين. فكان المناطق اللي هي بتاخد غاز دي كلها كان الغاز بيجي مصطحب بهواء، فالهواء ده ما كانش بيعمل عندهم انتاج، وكان اصحاب المصانع بياخدوا السولر، كان في طوابير للسولر ان مش لاقيين السولر عشان اصحاب المصانع كانوا بياخدوه يعوض مكان الغاز، وكانوا يجيبوا حاجات مختلطه كده يحرقوا بيها الطوب مكانها يعني مكان الغاز، ان الغاز في الوقت ده ما كانش متوفر، بيجي منطقه هواء بس مع الغاز. فاتداينت صحاب المصانع، كل مصنع اتداين بـ1.2 مليون، وبطلوا في الوقت ده عشان الدين كتر عليهم. بدا شركات البترول، شركات الغاز تاخد فوائد على الديون دي، فوائد 22.5% على المتاخرات. فبدا اللي كان مديون بـ2 مليون جنيه بقى مديون بـ5 مليون جنيه، وهو واقف ومسرح عماله، كل مصنع فيه ما يقرب من 400 عامل. المنطقة بتاع عرب ومساعد فيها حوالي 400 مصنع عامل بالغاز الطبيعي، ومنطقة الصف فيها حوالي من 150 مصنع عامل بالغاز الطبيعي. ناهيك بقى حضرتك على مصانع السيراميك ومصانع الأسمنت، كل دي فيها عمالة كثيفة يعني بتتحكم في عمالة كثيفة، يعني مصنع الطوب فيه حوالي 400 أو 300 عامل. طبعا أسر، لما تتكلم في 400 مصنع في 300 ب 12,000، كل واحد ورا خمسة برقم، يعني بتتكلم في 100,000 مواطن بياكل عيش من الكلام ده. غير بقى المهن اللي مرتبطه وراها اللي هي عوامل البناء اللي هي من حديد بقى واسمنت، يعني نقول المتضرر ما يقرب من المليون او اقل بسيط من المليون. طبعا للسيد المحترم رئيس مجلس الوزراء، السيد المحترم رئيس مجلس الوزراء طبعا شافها واتناقش فيها واتعرضت على الرئيس، والرئيس على الفور انا بشكره من منبرك، الراجل الانسان اللي على الفور فعلا حس ان العماله المصريه والصناعه المصريه بدات تنهار، اصدر قراره لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء باع البيان من 3 ايام تقريبا، وحضرتك سمعته، وفرح الناس كتير قوي قوي قوي، من كل الناس اللي كانت الصناعه بتاعتها معطله، يعني كان في ما يقرب من 1000 مصنع على مستوى الجمهوريه كانوا واقفين وعملتهم متسرحه، فطبعا ده كان بيدمر الصناعه المصريه. كلمه بتقولها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكر الرئيس الانسان اللي بيلمس كل مواطن على ارض الواقع بجد،
اللي بيحس وبيقرا فعلا التقارير لما بيتعمل تقرير من الشارع وبيطلع له فعلا بيبص فيه وبيتابعه وبيشوف كويس قوي، وبطلب منه يستثنى من قرار الرخص، من قرار ايقاف البناء في القاهره والجيزه والاسكندريه، يستثنى منهم المدن المراكز يعني، يعني يخلي القرار يسير على الاحياء اللي الاحياء هي اللي بيبني فيها. يعني حضرتك لو عندك بيت في الدق بركه هتبني في الدق دي تجيب شركه، الشركه هي اللي بتبني، فما فيش عم سعيد وعم محمد والعمال البسيطه دي اللي بتبني. العمال البسيطه اللي بتبني دلوقتي قاعده هتقعد ست شهور مش اللي هم بيبني بقى في المراكز اللي هي في مناطق الريف، ونخلي اللي بيبني في المراكز يبقى هو المحليات بتديله سياده النائب. سياده النائب الموضوع ده شائك ويحتاج تبقى حضرتك متواجد معانا الحلقه الجايه ان شاء الله ونتكلم فيه باستفاضه ونوصل رسائلنا للسيد الرئيس في قراره الحكيم برفع الفوائد عن المحروقات اللي كانت موجوده على مستوى الجمهوريه. وبشكر السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برضو على اخذ القرار في السرعه والتوجيه دي لشركات البترول. وانا عندي اجتماع، انا بطمن كل الناس اصحاب المصانع، انا عندي اجتماع يوم الثلاث، وبشكر الدكتور وسيم وهدان الرجل المحترم رئيس شركه بتروتريد على تفاعله معانا انا من هنا على المستويات. وان شاء الله انا عندي اجتماع مع الدكتور وسيم وهدان عشان نشوف الاليه اللي هنشغل بيها المصانع المتوقفه باذن الله. ان انا من مكاني هنا ومن القناه وباسم رئيس مجلس اداره القناه الصحه والجمال، احنا بنشكرك على تبنيك الموضوع القومي اللي هو بيهم كل المواطنين. انا بشكرك سياده النائب. نرجع بقى نرحب بالفنانه نرمين بنت دمياط اللي يمكن جت متاخره بسبب المواصلات، وانا عارف ان هي بترتاح شويه. صوت جميل، صوت من الريف يعني، نقول صوت اصيل، كله شجن وكله دموع واهات. احنا عاوزين نسمع منك حاجه وانت جايه داخله كده، الحاجات اللي بتخلي دموعنا تنزل. اتفضل. تفضل. ايه يا دنيا ايه بتعذبينا ليه، بتيجي علينا يا دنيا وكأن ملناش فيه. مش قادرة اكمل ليه؟ طب نكمل بعدين. حلو خلي كريم محمود يكمل معانا. ممكن اقول حاجه؟ عاوزين ندخل بقى في الحاجه كده، احنا عاوزين نغير المود بتاع الناس اللي قاعده في البيوت دي. ممكن نقول حاجه؟ انا جالي كآب يعني، انا يعني الناس قاعده في البيوت عاوزين نفكها. بدانا بال اهو. ممكن اقول للسيده العازمه كوكب الشرق ام كلثوم؟ لا قول. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناي مجا فيها النوم، النوم يا مسهرني ترارارارا، وانا قلبي بيسألني يغير احواله ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله، امال غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا، وفين حلاوة قربك فين، فين الوداد والحنية يا ناسيني، وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، ريحني اعطف على حالي ارحمني من كتر ظنوني، لعنيا بهوى النوم ولا بخطر على بالك يوم، لعنيا بهوى النوم
ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني يا 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 مسهرني. الله عليك الله عليك الله عليك. هنسيبك انت تهدي شوية ونروح لتحت السيطرة نشوف الأغاني المرح والشقاوة واللي هتفكنا بقى شوية. اه طبعا نشوف تحت السيطرة نشوف تحت السيطرة. الأستاذة مريم صوت جميل ورقيق وأكيد احنا متابعينك من فترة يعني. لا لا احنا اتشرفنا بيك. الله عليك. احنا فعلا محتاجين المرح ومحتاجين ان احنا نغير دي من كلماتي والحين والله. طب ما احنا عندنا برضو نرمين انا سمعت انها مؤلفه شاطره. يلا احنا هدينا بقى دلوقتي نسمع حاجه. اتفضل. ملخص حياتي حكاية بدأت بارتباط عيشة صعبة وناس مملة كتفوني بمتروبة
من كتر تفكيري مش بنام غير بالعياط. حلم بنتي تكون سعيدة بس البشر رافضين، لا كفاية يا بشر وابتدى وقت الحساب. يوم ما هون اهون عليكم وتضيعوني من ايديكم، خلصت خلاص وجيت سليمة، ومن النهاردة ما عادش قيمة للي يغدر او يخون. جيتوا ليه في يوم عليا دايما بعيش انا الضحية؟ اقوى يا قلبي وخليك جاحد، وقت الشدة ما شفت انا واحد كان بيطبطب كان بيواسي، وقت الضعف يكون عكازي. مش زعلانة ومش مصدومة، كله ظهر للدرجة الأولى، كله استقوى عليا في ضعفي، بكرة تشوفوا نونا الأولى. مش زعلانة ومش مصدومة، كله ظهر للدرجة الأولى، كله استقوى عليا في ضعفي، بكرة تشوفوا نونا الأولى. الله عليك، انت بتحكي قصة، احنا شايفين واضح ان هي تجربة حضرتك قلتيها في اغنية، حسيت كده؟ احساس شجن جدا يعني. يعني انا شايف عينيك حاجه مؤثره، انا شايف عينيك دمعه حاجه مؤثره. احنا جايين النهارده عشان نفك ونخلي الناس تفك في البيوت، جبنا المطربه عيطت. لا انا ما بعيطش، لا انا صعب، انا صعب اعيط شويه دي، انا جامده شويه. نكمل لقائنا الجميل. احنا كان عندنا الايام اللي فاتت كان في حاجه خاصه بشركات السكر، كان في بعض الزملاء خرج علينا واتكلم وقال ان شركات السكر الشركه الوطنيه اللي ساعدت في مقاومه فيروس كورونا بكحوليات ومطهرات ومصانعها كلها كانت شغاله للجمهوريه. حد انتقد الوضع وقال ان الشركه اصلا يمكن ما بتهتمش بسلامه اولادها وعمالها. ولا احنا خلينا النهارده عندنا مداخله من الصعيد وتحديدا من الاقصر، واحد من عمال شركة سكر ويعتبر مراسل معانا في البرنامج، الأستاذ محمد عبد الوهاب. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. إحنا عندنا كم من الاتهامات لإدارة شركة السكر بتقول إن هي ما بتراعيش الحماية وبتحافظ على عمالها، ومهمات الوقاية اللي هي بتنتجها ما بتطبقهاش في الشركة. أنت واحد كمن أبناء الشركة وجوه الشركة، أنت شايف الوضع إزاي وترد إزاي؟ اولا انا برحب بالاستاذ محمود عوض وبرحب باسره البرنامج. اما بالنسبه للاتهامات الموجهه للشركه، طبعا الاتهامات دي كلها خاطئه، لان شركه السكر من اكثر الشركات اللي بتحافظ على عمالها وابنائها، بدليل اني اول ما ظهرت الكبوه بتاعت كورونا في جمهوريه مصر العربيه، تفضل السيد رئيس مجلس الاداره المحاسب محمد عبد الرحيم بمد المصانع بكميات كبيره من الكحول الطبي 70% للتوزيع على العمال، يعني بنسبه بسيطه من السعر حفاظا على العمال. ادى تعليمات معاليه للسيد مدير مصانع ارمنت بفتح المشغل الموجود بارمنت بالتنسيق مع مديريه الصحه، وانتج كميه من الكمامات تم توزيعها على العمال علشان ياخذ ساعات العمل كلها وهو لابس كمامه، ووفر له الكميه على مدار الايام اللي عدت كلها. لما طب يا استاذ محمد، هنسال بس حضرتك دلوقتي، المصنع ملتزمين بالكمامه وبوابه التعقيم والاجراءات الاحترازيه، ولا الناس عايشه ازاي في المصنع؟ يا فندم، المصنع كل فني على معده الكمامه بتاعته لابسها، وفي قسم الامن الصناعي في مرور تام مستمر طوال ساعات العمل على العمال. طيب سر الهجوم على الشركة الوطنية وهي يمكن متصدرة المشهد وهي اللي بتنتج الكحوليات والمطهرات، ايه انت شايف الهجوم ده ازاي يعني؟ والله احنا في الفترة الأخيرة دي يعني في ناس بيكون قلبها على البلد، وفي ناس قلبها على مصلحتها الخاصة، ففي ناس بيبقى ليها أهداف سياسية وأغراض سياسية وشخصية، فبتحاول يعني تستغل الكبوات بتاعت البلد عشان تظهر على الساحة السياسية، فده طبعا بيكون لي تأثير سلبي على المنشآت والمؤسسات الحكومية، لأن ده يعني ما بيهمهوش إلا مصلحته الشخصية لأن هو ينال مكان سياسي. يعني أنت يا أستاذ محمد باعتبارك موجود جوه المصنع حاليا دلوقتي، مصنع أرمنت في محافظة الأقصر، أنت شايف الدنيا ماشية إزاي؟
انت راضي كواحد من العمال الموجودين جوه الشركه ولا انت شايف في وضع مش عاجبك؟ يا فندم احنا يعني هنا بننال يعني كميه كبيره من الاهتمام من اداره الشركه، وفي اتصالات دائمه من اداره المصنع باداره الشركه في الحفاظ على العامل وتوفير كافه الامكانيات الاحترازيه. طب انا يا استاذ محمد معلش انا اقطع حضرتك ان احنا نستاذن اداره الشركه ان احنا ننزل بكاميراتنا نصور ونشوف الوضع على الطبيعه ونبقى كده محايدين، لا احنا مع ولا ضد. شكرا يا محمد باشا. خلونا نرجع لحلقتنا النهارده ونخرج من الجو. يمكن في بعض الناس بنشوفهم على القنوات وعلى صفحات الفيس وعلى المواقع عايزه تهاجم، عايزه تتكلم وتنتقد. احنا شايفين الرئيس بيهتم بشركات قطاع الاعمال العامه، شايفين شركات السكر يمكن في المقدمه. كنا في الازمات دي بنشوف الناس طوابير على كيس سكر، كنا بنشوف الناس طوابير على بنزيمه، على الفران، على البوتاجاز. لا الازمه عدت ولينا كام شهر مفيش مشكله، الحاجات متوفره باسعارها وماركاتها ونظام موجود. طب ايه اللي يخلينا ننتقد الاوضاع؟ يعني الناس عايز ايه؟ عايز ايه من البلد؟ عايز ايه من الحكومه؟ كل حاجه متوفره، الناس قاعده في بيوتها في الازمه وبتقبض وبتاخد معونات وكل حاجه متوفره. يعني نقول كل واحد عايش في البلد ديت ومش حاسس ان ليها جميله عليه وليها فضل عليه، يا ريت يغير بقى ويرحل ويسيبنا عشان نكمل مع رئيسنا ومع دولتنا ومع قيادتنا ونرجع للراجل الفنان المحترم ابن المنوفيه ونسمع حاجه تبسطنا. حاضر. هقول حاجه للاستاذ سيد مكاوي. قول. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه، بنقدم احلى فرحه ومعاها متمسه. يا ليل طول شويه عالصحبة الحلوة دية، ويا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دية. والغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ده الغالي غالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ولا عمره هيتناسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. يا ليلي بعد سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. يا ليل يا ليلي بعد سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. وطول أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، وطول أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دية، ويا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دية. والغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي غالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ولا عمره هيتناسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسه. الله عليك. انا شايف ان يوم جميل واصوات جميله وصحبه كويسه، ويمكن في تناغم كده ما بين الضيوف على الرغم ان هم ما يعرفوش بعض، لكن احنا حسينا ان هم المجموعه تعرف بعضيها، اللي جاي من دمياط واللي جاي من المنوفيه واللي جاي من السويس، لكن في الاخر خالص حسينا ان في جو كده، في الفه، في جو مرح كده وجميل. ايه رايك نسمع حبيت؟
اوكي مفيش مشكله. انا كنت حابه اغني لايف بس اوكي لو ما فيش تعين. طيب في الدنيا زيك لا 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 كده انا كلماتي والحاني برده ساعتين اشكرك. احنا معانا اللي يمكن معانا حد من مصنع ابو راس من المنيا. هنسمع نرمين ونرجع ناخد المداخل. نسمع بقى ربنا اللي بداتي باب السجاير تعبانه والله. لا نفك. انا حاضر. انا شايف كريم محمود تالق النهارده والاغاني القديمه وما شاء الله عليه. في كتير اصلا يعني في. لا احنا قاعدين معاك. انا من عشاق كريم محمود يعني. لا جميل. نسمع نرمين بقى. ايه دنيا ايه بتزعلينا ليه بتيجي علينا يا دنيا وكأن ملناش فيه بتاخدي من اللي عايزاه
تدي للي جيبه مالي. تعال يا دنيا نتحاسب ونرسى بقى على بر. وبكل هدوء يا دنيا نتصافى ودون شر. ده انا عمري فيكي ما فرحت ولا دقت طعم الفرح. وعايشه ومستحمله بتحطي على الغلبان وتفرحي الجبان. عمرك ما كنتي عادله غير بس في الاحلام. واشيل في قلبي ليه ما كفايه الا انا فيه. ده انا شفت فيك العجب اشكال على الوان. ده انا حتى كل منايا في فرحه زي الزمان. نهايه كلامي يا دنيا مش باقيه انا على حاجه. وعمري ما مد ايدي لحد لو محتاجه. نهايه كلامي يا دنيا مش باقيه انا على حاجه. وعمري ما مد ايدي لحد لو محتاجه. وايه يا دنيا ايه بتزعلينا ليه؟ بتيجي علينا يا دنيا وكاني ملناش فيه. برافو. الله عليك الله عليك. برافو بجد. برافو والله. لا 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 جميل حركتين. الله الله الله. برافو. احنا معانا حد من مصانع الصعيد من منيا تحديدا مصنع برقاص الاستاذ محمد حنفي عضو نقابه مصانع السكر فبرقاص. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس محمود. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ محمد. احنا عاوزين رايك في عجاله في الاتهامات اللي هي بتوجه لاداره الشركه عشان الاجراءات الاحترازيه. انت شايف في اجراءات ولا مفيش اجراءات بسرعه؟ لا اتهامات واضحه حضرتك دلوقتي اللي بصراحه اداره الشركه نفسه مهتم بالموضوع الوقايه الاحترازيه من الفيروس كورونا. والدنيا زي الفل الحمد لله. عملنا البوابات والكمامات واللي بنرش المصنع. يعني انت شايف الدنيا كويسه عندك في المصنع؟ هذا الفل الحمد لله. شكرا يا استاذ محمد. احنا الوقت عدى سريعا معانا وانا شايف المخرج بيستعجلنا ان احنا ننهي الحلقه. وقت عدى سريع. سعيد بالمجموعه المحترمه الموجوده معايا الاستاذه مريم الفنانه الجميله. شكرا جدا على الدعوه. الاستاذه نرمين الصوت الجميل اللي بصراحه حركنا. ويمكن قصص انت عايزه تكتبي قصص بالاغاني دي؟ اه طبعا. الاستاذ المحترم مدحت. شكرا حبي. الصوت الجميل صوت واخدنا لزمان لفتره زمنيه. ربنا يخليك ربنا. في نهايه لقائي ان انا بجدد تحياتي لضيوفي. باكد ان احنا مع القياده السياسيه مع بلدنا مع مصر. ومصر لينا ومصر بينا. ودايما هنقول تحيا مصر. تحياتي لكل اللي عاملين في الاستوديو كل الزملاء الموجودين خلف الكواليس والمخرج المحترم واداره القناه. انا بحييكم والى اللقاء قادم ان شاء الله. وقلوب مصريه وتحيا مصر يا استاذه. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.